السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية خاصة عن تقرير شبكة سي بي اس الكندية، والتي تحدثت عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية وميليشيا الحشد ضد المدنيين في أثناء العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش. لمناقشة ذلك ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي حسين السبعة. أستاذ حسين، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله يا مرحبا. أهلا بي. وسينضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء، مرحبا بكم. أهلا وسهلا عمر، مرحبا وتحياتي لك. أهلا بك أستاذ ضياء. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام، قبل البدء بمناقشة هذه التغطية نتابع وإياكم هذا التقرير. مرة أخرى يسلط الضوء على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيات في العراق، والتي كانت منظمات حقوقية دولية قد تحدثت عنها، حيث أظهرت مقاطع جديدة قيام الميليشيات بتنفيذ عمليات إعدام ميداني ضد المدنيين العزل إبان حربها مع تنظيم داعش في المناطق المنكوبة. صور هي من تتكلم عن نفسها وتعبر عن محتواها، إذا عجزت اللغة عن وصف مستوى الوحشية التي تظهرها كما سيخطر في بال كل من يشاهدها. عجت بهذه اللقطات مواقع التواصل الاجتماعي مع تأكيدات أنها وقعت ضد مدنيين قتلوا بهذه الطريقة بدافع الانتقام الطائفي، كما يقر بذلك مرتكبوها المتحدثون في اللقطات. تؤكد هذه اللقطات ما صرحت به مرارا عشرات المنظمات الإنسانية والمراكز الحقوقية، أن سجل الحرب ضد داعش في العراق مليء بعمليات الإعدام الجماعي ضد المدنيين، إضافة إلى اعتقالات عشوائية يرافقها ضرب وشتم وإهانة للأطفال والشيوخ والنساء فضلا عن الشباب. منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت أكثر من مرة أن القوات الحكومية والميليشيات ارتكبت جرائم حرب في عام 2015 أثناء حربها على تنظيم داعش. وفي عام 2017 دعت منظمة العفو الدولية الدول التي تزود العراق بالأسلحة إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة ونشرها وتخزينها، وذلك لأنها تصل نهاية الأمر إلى الميليشيات الممعنة بارتكاب جرائم الحرب ضد المدنيين العزل. مئات الأدلة والوثائق على الفضائع التي ارتكبتها ميليشيات الحشد بشكل خاص ضد الأبرياء، ولم تعد تلك المسألة في إطار الاحتمال والشبهة، لكن الجانب المؤلم في هذه القضية هو غياب المحاكمة والعقاب الذي بدونه لن ينال العراقيون الراحة والأمان. إذن مشاهدينا الكرام، نتناول في هذه التغطية تقرير شبكة سي بي اس الكندية، والتي يتناول فيه الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية وأيضا الميليشيات من تنظيم الحشد ضد المدنيين أثناء العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل. أبدأ معكم أستاذ حسين السبعاوي، تابعتم تقرير الشبكة بخصوص انتهاكات القوات الأمنية وأيضا ميليشيا الحشد في أثناء استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش، كيف ترى ما جاء في هذا التقرير؟ يعني أنا أعتقد ما جاء في التقرير وما صدر أو ما ظهر ما قبله وما سيأتي بعده، كل ما يظهر هو نقطة من بحر. طيب. من جرائم ارتكبت ضد هذه المناطق، لأنه أصلا نظام السياسة الذي تأسس ما بعد 2003 مبني على هذه الجرائم، يحمل حقدا أسودا على هذه المناطق. طيب. وما يمكن أن يصلوا إلى السلطة لو لم يحملوا مثل هذا الحق. طبعا هم يحملون أجندات خارجية لا شك في ذلك، وهي تحديدا الأجندة الإيرانية برعاية أمريكية لتحقيق هذا الهدف الذي يسمو له. هذه عقدة موجودة لدى هذه القوات ولدى هؤلاء الأشخاص.
عقدة موجودة، ليست القصة أنه هؤلاء دواعش أو هؤلاء متمردين أو هؤلاء يحملون سلاح أو هؤلاء أبرياء أو أيا كانت، هؤلاء يحملون عقدة تاريخية موجودة لديهم لن يتخلصوا منها، وهذه العقدة هناك من يغذيها. التغذية الطائفية ممكن، لكن أن تصل الطائفية إلى السياسة وأن تكون الحكومة على أسس طائفية سياسية، بالتالي ما يحصل هو نتيجة طبيعية. فما جرى هو نقطة من بحر. أي مواطن عراقي اليوم إذا أجيبه من يدرك التاريخ من 2003 وإلى الآن سيقول أن هذا التقرير لا يساوي 1% مما رأيته بعيني على كل مواطن عراقي. أين المختطفين بالصقلاوية؟ أين المقابر البلسحاقي؟ وين المقابر اللي نكشفها بالفلوجة؟ كل هذا الذي دا يجري هو نتيجة العقدة التي يحملها هؤلاء. طيب. فبالتالي كل ما يظهر هو نقطة من بحر. وهذا الأمر سيستمر طالما بقي هذا النظام السياسي على سدة العقد. طيب. أستاذ ضياء، مرحبا بكم من جديد. من الوجهة الحقوقية كيف تابعتم هذا التقرير أستاذ ضياء؟ تحياتي للجميع. حقيقة هذا التقرير هو جزء من بعض الحقائق الموجودة اللي هي طرحت من قبل منظمات حقوقية دولية، من ضمنها العفو الدولي للأمم المتحدة، من ضمنها Human Rights Watch. يعني هذه التقارير هي تشير إلى ما جاء بالتقارير السابقة. الحقيقة هي المشكلة موجودة في الموصل، أنه قاعد تنقل جزء من الحقائق المغيبين في الموصل. حسب تقارير الأمم المتحدة 17,000 شخص مغيبين في الموصل. طيب. هذه المغيبين وكثير من أهاليهم يدعون أو يطالبون الحكومة بأين، يسألون ماذا حصل لهذه الأشخاص. لا جواب. طبعا الجواب هو واضح، هم قتلوا مثل ما قتلوا هذه الأشخاص الأبرياء من المدنيين. المنظمة احنا نتابع هذه القضية ونتمعن بها، ولكن الموضوع الحكومة العراقية ومن يساند الحكومة العراقية هم المتسلطين على أرقاب العراقيين، ولا يمكن بالوقت الحاضر أن يطلع تقرير واضح وتقرير شفاف حتى يسرد الحقائق بما حدث بالموصل إلا بعد إزالة هذه الحكومة والمنظومة السياسية الموجودة في العراق. لا يمكن أن يصدر بالوقت الحاضر تقرير، حتى التقارير الدولية هي يعني تتماشى مع الحكومة العراقية وتساند الحكومة العراقية لأسباب سياسية تعني كل دولة بمعناها. هذا التقرير هو نقلا عن جنود أو شرطة أو متدربين من الكنديين في هذه المنطقة وشاهدوا هذه الحقائق، واختفت هذه الحقائق طيلة هذه الفترة، وهسه خرجت الحقائق. ستخرج حقائق أكثر من هذه الارتكابات الجرائم. احنا نعرف انه كان القتل في مدينة الموصل ليست لكون هم من داعش، وليست لكون هم يحملون السلاح ضد الدولة. لا، بالعكس، هي العملية الانتقامية من هذه المجموعة البشرية الموجودة في هذه المنطقة لأسباب عرقية ومذهبية. حقيقة ما موجود في الموصل والانتقام من الشعب المصلاوي أنه لسبب انتمائهم الديني أو لسبب انتمائهم المذهبي، لهذا السبب هم بدأوا يعني بتجريف الموصل وقتل أبناء الموصل على أساس عرقي وطائفي وانتقام لما أقام به المعارك الذي كانت في الثمانينات بين الجيش العراقي الباسل والقوات الإيرانية. هذه العملية هي انتقام. نحن نعرف مكونات الموصل، هم المكونات أغلب أهل الموصل هم الناس يعني مهنتهم العسكرية ويحبون الجيش، وكانوا كلهم من قادة الجيش في العراق. إذن هذه العملية انتقامية، ويقولون قادة الحشد الشعبي والميليشيات هم يريدون ينتقمون ويريدون يعني ليست في الوقت الحاضر، وإنما يروحون إلى معاوية وإلى يعني العقيدة المذهبية لتفرقة الشعب العراقي هم يتبنون. طيب أستاذ ضياء، أريد أسألك عن الفائدة، فائدة هذا التقرير، ولكن أنتقل إلى أستاذ حسين.
التقرير يعني هناك الكثير من التقارير التي يعني جاءت على لسان القادة العسكريين وأيضا القوات الأمريكية، وأيضا هناك تحدثت يعني منظمة هيومن رايتس ووتش دائما تتحدث عن تقارير في هذا الشأن، وأيضا تتحدث منظمة العفو الدولية. لكن هذا التقرير يصب في مصلحة من؟ شوف، هذا التقرير يسرب في مثل هذا الوقت. أنا أعتقد هناك حراك عراقي. هذا الحراك العراقي اللي موجود ثوار تشرين بدأوا يطرحون نفسهم كمنظومة سياسية معارضة تصلح بديلا للنظام السياسي. هذا الحراك، جميع ما حصل من تظاهرات سابقا وحراك وغيره، لم يطرح نفسه كبديل للنظام. إما كان يطالب بإصلاحات إدارية وغيرها وغيرها. أنا لاحظت منذ شهر تقريبا بدأت تسرب مثل هذه التقارير، وهناك يعني توجه دولي نحو دعم هؤلاء المتظاهرين. ما زال هو لم يصل إلى مستوى الطموح ولا يعني يحقق الغايات، لكن هذا الحراك أصبح معارض سياسي طرح نفسه كبديل للنظام. فبالتالي بدأ مثل طرح هذه واحدة. ثانيا، هذه أيضا تطرح مع الانتخابات، فترة الانتخابات والطائفية وغيرها، وشفنا البارحة موضوع المنصور، أبو جعفر المنصور وغيره، هذا كلتها لرفع سقف الطائفية لدى الجمهور. بالتالي يعني هي أيضا فيها شيء من الشحن الطائفي والشحن السياسي. أنا أعتقد هذا أكثر ما هو معيب على كندا، وليس معيب بقدر ما هو معيب على هؤلاء. كيف اليوم بعد ما نتكلم عن كندا نتكلم عن ناتو، عن حلف الشمال الأطلسي، لا نتكلم عن دولة نامية أو دولة من العالم الثالث جنودها غير مدربين على حقوق الإنسان وعلى القتال في المناطق المبنية أو القتال في المناطق المفتوحة. بعد 5 سنوات من خلال جنود يسرب هذا والحكومة الكندية تطلع عليه، طيب أين الجنرالات اللي كانوا مسؤولين على هذا؟ طيب، هذه قوة تعتبر جزء من التحالف اللي هو جزء من الناتو أو نسخة ثانية من الناتو. طيب، وينتهك أمامهم كل هذه الانتهاكات، ماذا يعني السكوت وماذا يعني الاستمرار لدعم هذه المنشآت؟ وكيف تسمحون لنفسكم أن دربتم بأيديكم أمثال هؤلاء إذا أنتم تتحملون جزء من المسؤولية أو المسؤولية مباشرة؟ لأن أنتم السلطة الحقيقية للقوات الأمنية. عندما كانت تتحرك القوات كانت قوات التحالف هي رقم واحد، والبقية تتحرك بأوامرها، جميع القوات على الأرض العراقية. ومعلومة اللي ذكر 2015-2016 كانت صاحبة القرار الأول هي قوات التحالف. كل هذه الانتهاكات سمحتم بها وغضيتم الطرف عنها، والآن تبدون تظهرونها كأنكم دعاة حقوق الإنسان. طيب، بإمكانكم إحالة هذا الموضوع إلى المحكمة الدولية باعتباركم جزء من التحالف، وأنتم تشتكون باعتباركم مشتكي، ويحق لكم الشكوى، لأن العراقيين ما حيقدر يشتكي على الحكومة ولا واحد يقدر يشتكي على القوات الأمنية والحشد. طيب، أنتم جزء من هذه، بإمكانكم تقديم شكوى للمحكمة الدولية إلى المدعي العام، أنا ذاك تأخذ مجراها، بدل ما تطلعون الصورة والعراقيين شافوا أسوأ من هذه الصورة. هو ليش عندما كانت القوات الكندية المشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش في ذلك الوقت، يعني لماذا لم تكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في وقتها؟ هؤلاء يتحركون وفق أجندات خاصة، مصالح سياسية، مصالح دولهم، لا يتحركون وفق مواضيع حقوق إنسان، انتهاكات. كل هذا هم المصلحة السياسية ومصلحة دولهم مقدمة على كل شيء. لاحظ كم من انتهاكات حدثت في العراق وفي دول أخرى، لماذا هذه الأنظمة مدعومة في الوقت الذي منظمات حقوق الإنسان ودولية وهيومن رايتس ووتش ومحاكم دولية وغيرها وحقوقية، كل هذه تخض الطرف؟ لا، لماذا؟ لأنه المصلحة السياسية لتلك الدول لا تقتضي مهاجمة هذه الأنظمة. طيب، فبالتالي اسكت. طيب أستاذ ضياء، الفائدة من هذا التقرير بعد 4 سنوات من انتهاء المعارك في الموصل، يعني شنو الفائدة؟ الشعب العراقي بماذا سيستفيد؟ المجتمع الدولي هل سيستخدم هذا التقرير حجة أو ذريعة لمحاسبة ومعاقبة المجرمين مثلا؟ حقيقة مثل هيك تقارير ويخرج في هذه المناسبات والاضطرابات بالعراق الحادة والمظاهرات، يعني هو ليست مغفلين، هم يعرفون ماذا يعملون، لأن هي مؤسسات كبيرة تدير هذه العملية الإعلامية ضد هذه الدولة، وهم يعلمون كيف يديروها.
أنا توقعاتي يريدون الدول العالم أو المتنفذة في العالم أنه تبدل وجهة نظرها أمام الحكومة العراقية وأمام الميليشيات، لأن احنا لا ننسى أنه تحالفت مع الميليشيات، وبعض الميليشيات يأخذون رواتب كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كيف تبرر الولايات المتحدة تعطي رواتب لهذول المجرمين والقتلة وتبرر هذه الجرائم، واليوم تأتي وتريد تنتقم من هذه الميليشيات حسب ما تدعي، تريد يعني تعمل عمليات عسكرية ضد الميليشيات الموجودة في الرمادي وتكريت، هذه اللي قاعد توصلنا من الإعلام. ولكن الحقيقة هي تهييج الرأي العالمي ضد هذه الميليشيات. هم يعلمون أنه الميليشيات سيئة، ويعلمون أنه جرائم الميليشيات، بس يريدون حشد دولي ضد هذه الميليشيات، لأن الدول أكو بعض الدول متفرجة ليست لها علاقة بالعراق، وهي دول كبرى يعني مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يعني دول لها وزنها السياسي في منطقة في أوروبا. نعم. تريد أن تبرر الموقف مالها وتحشد الناس وتحشد الرأي العالمي ضد هذه الميليشيات. ضد الميليشيات كيف تحشد هذه الهاب؟ لأن الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق مستمرة من بداية 2003 ولحد هذه اللحظة، يعني من بداية الاحتلال ووجود القيادة كانت بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هذه الميليشيات والعصابات المسلحة كانت تؤتمر بالجيش الأمريكي وتعمل مع الجيش الأمريكي. ونحن نعلم وشاهدنا الفيديوهات في بداية الاحتلال كيف دخلوا إلى الرمادي وإلى الفلوجة ويدعون بتحرير العراق. الجنود الأمريكان أو المترجمين يقولون للشعب العراقي الموجود بإهانة، نحن أتينا لأن نحرركم. في بداية عام 1917 أيضا قالوا الأمريكان نحن لم ندخل قالوا محتلين، وإنما دخلنا لأن نحرر العراق، لأننا محررين. هذه الكلمة نعم. أعادوها مرة ثانية. الحقيقة هم وقعوا في مشكلة كبيرة أمام العالم، أمام شعوبهم، مش أمام العراق. العراق حقيقة ما يقتل في العراق لا يهمهم، ما يهمهم من يقتل زيد ولا عمر ولا حسين ولا العباس، هذه ما يهمهم هذا الموضوع. الموضوع كيف يحشدون الجماهير شعبهم ضد هذه الميليشيات أو ضد هذه الحكومة العراقية التي تؤتمر بأوامر أجنبية ومسيطرة عليها من قبل ولاية الفقيهة الإيرانية. طيب أستاذ حسين، تقرير الشبكة الكندية كما تفضلتم أنتم قبل قليل هو مبني على شهادات جنود كنديين عاصروا جرائم الميليشيات ضد المدنيين، وأريد هنا أن أركز، نحن مشاهدين الكرام نحن في هذه التغطية نتناول تقرير الشبكة الكندية شبكة CBS عن الانتهاكات للقوات الأمنية والميليشيات ضد المدنيين. يعني خاف يقول لك تدافعون عن داعش وكذا، احنا نناقش الانتهاكات ضد المدنيين فقط. طيب أستاذ حسين، يعني هذه الشهادات أتت من جنود كنديين عاصروا هذه الجرائم، جرائم الميليشيات، لكن لماذا تستمر كندا وأيضا الولايات المتحدة والمجتمع الغربي في تقديم الدعم لهذه القوات ولهذه الميليشيات؟ المصلحة. هؤلاء الناس يتحركون على المصلحة، لا يتحركون فوق مبادئ، لا يوجد لديهم مبادئ، خصوصا في اتجاه دولنا. نعم. ومناطقنا. نعم. يعني ليس لديهم أي نظرة إنسانية تجاه هذه المنطقة عموما وخاصة العراق. يتحركون فوق مصالحهم تقتضي أنه هذه الدولة تتفكك. يحتاج إلى تفكيك أي دولة قوات تمارس أبشع أنواع الانتهاكات وتمارس دور يسموها يعني الحروب القذرة. الحروب القذرة الدول الكبرى ما تستطيع أن تمارسها بنفسها، يعني دولة مثل عضو بالناتو من الصعب جدا أن تمارس مثل هذه الأدوار القذرة. فلا بد أن يأتوا إما بميليشيات أم بجماعات مسلحة تمارس هذا الدور لتفتت هذه الدولة. المجتمع العراقي متعدد المكونات والمذاهب، اللعب على وتر الطائفية والعرقية هي ورقة لأي احتلال،
ولأي بلد صحيح. كان صحيح. هذه الورقة يلعبون عليها. بالتالي جاءوا ومكنوا من مكون من على مكون آخر، رفعوا مظلومية آخرين وشيطنوا آخرين، سمحوا لمكون أن يجند نفسه ويسلح نفسه ونزع الآخرين من أي حقوق. بدأ الصراع. هذا الصراع بالتالي النتيجة ستؤدي إلى تفتيت الدولة. يعني مجتمع غير منسجم، مجتمع واحد ينتهك واحد منتهك حقوقه. هذا تفتيت الدولة. تفتيت الدول لا تستطيع أن تقوم به دول مثل كندا ومثل أمريكا ومثل غيرها، لابد أن يأتوا بأمثال هؤلاء. لماذا يدعمون؟ أستاذ حسين، لكن كندا تعرف بأن الميليشيات مدعومة من إيران، وهي تعلم أنها مدعومة من أمريكا. طيب. نفس الشيء. إذا أمريكا وإيران فيما بينهم من تخادم هو أكبر بكثير مما بينهم من خلاف الذي يبث على وسائل الإعلام. طيب. الخلاف الأمريكي الإيراني فقط حول النووي، امتلاك سلاح نووي. هذه نقطة يختلف فيها، ليست مع أمريكا، تختلف مع جميع الدول الكبرى 5+1. نعم. كلها تختلف مع إيران لا تمتلك سلاح نووي. طيب. أما ما تبقى جميع هو متفق عليه. تدمير العراق، إثارة الطائفية، هيمنة إيران على القرار السياسي العراقي، نهب اقتصاد العراق، الإتيان بأدواته للسيطرة على كل هذا، هو تعاون استراتيجي وليس تعاون. يا أخي اقرأ التاريخ، عبر التاريخ. التعاون الغربي الإيراني ضد المنطقة العربية والإسلامية مستمر، لن ينتهي. من زمن تشنكيز خان إلى هولوكا إلى تيمور لينغ إلى عباس الصفوي إلى خميني إلى خامنئي. هل انتهى هذا الاتفاق؟ أبدا لم ينتهي. نعم. هذا السبب، احنا لازم نقرأ التاريخ قراءة حقيقية، قراءة صحيحة. أنا أعتقد هذا التحالف لن ينتهي، فقط الخلاف ما بينهم هو حول قضية النووي. فهذه مصالح ما بينهم تخادم على تدمير المنطقة. المنطقة يسموها نظام العالم الجديد، يراد تقسيم المقسم وتفتيت هذه الدول اللي كانت مؤسسة على أسس قومية. الدول العربية تأسست على أسس قومية بعد الحرب العالمية الأولى. نعم. نعم. الآن الدولة القومية بعد ما تصلح للنظام العالمي الجديد. الدولة الطائفية والدولة العرقية. نعم. ومن هالكلام هذا لابد أن تتفتت. كيف تتفتت؟ على أيدي أمثال هؤلاء. طيب. فهؤلاء يتقاضوا الرواتب من الولايات المتحدة ومن التحالف. وإيران أيضا تدعمهم. طيب. نعم. أستاذ ضياء، لو تحدثنا أو نتناول من يتحمل المسؤولية، أو هل تقع المسؤولية فقط على كندا؟ هل ترى أن ما فعله أحد الجنود بالتبليغ أكثر من مرة عن هذه الانتهاكات يعفي الحكومة الكندية من المسؤولية؟ أبداً، هي الحكومة الكندية كانت متواجدة في المنطقة كجيش، هناك جيش جاي كجيش مهني يدرب الشرطة العراقية حسب ما ذكر التقرير. إذن هم كجهة مراقبة لما يجري وينقلون الحقائق لما يجري في هذه المنطقة. حقيقة في انتهاكات كبيرة جدا، ولحد هذه اللحظة في انتهاكات، حتى في هذا التقرير لم يبيح بكل الأسرار. لازم نعرف احنا الأسرار الموجودة التي انتهكت في المناطق شمال العراق كبيرة جدا، ليست فقط الميليشيات وليست أجهزة الأمن العراقية والجيش العراقي، وإنما هنالك ارتكاب مجازر جماعية ضد مجاميع بشرية لإخلاء المنطقة من أهالي السكان الأصليين. هذا حدث في العراق وسيحدث في كثير من هذه المناطق إذا لم ينتبه العراقيين. ماذا يحدث؟ الحقيقة على العراقيين أن ينتبهوا، لما ليس لا حول ولا قوة حقيقة، لأنه العراقيين بالوقت الحاضر يعني مسلوبين الأمر والرأي. الأمر والرأي هي بهذه الميليشيات وأمراء الحرب الموجودين، هم يتسلطون على أرقاب العراقيين ويتفقون مع المجرم. مباحثة بالآونة الأخيرة، رؤساء الكتل السياسية اللي هم يتحكمون في العراق يدافعون عن ناس مجرمين واعترفوا بالجريمة مالتهم. يعني عفوا، هذه الحقيقة هي موجودة في العراق، وهذه المشكلة اللي طرحتها كندا حتى تبرئ جزء من عندها، لأنه هذا سيخرج ليس اليوم، غدا سيطلع هذه التقارير وتطلع الناس وتخرج هذه الأشخاص ويكتبون عن ما رأوه وما حدث حسب ما يقال، مجازر لا يمكن أن يتصورها البشر، لأنه هذه المجازر هم
الجنود الموجودين أو الخبراء الموجودين الذين يدربون الشرطة والجيش العراقي. نعم. هم يعملون على هذه الأساس. هذا لا يبرئ الارتكاب الجرائم. وترى الكندا ماذا حدث بالناس المدنيين. نحن ضد الإرهاب ونقول ونكرر نحن ضد الإرهاب. نعم. إحنا ليس مع داعش. نعم. وليس مع أي مؤسسة إرهابية. نعم. إذ كان هذه المؤسسة منظمة إرهابية تقتل المدنيين أو حكومة تقصف المدنيين العزل، كلاهما إرهاب، كلاهما عملية إجرامية بحق حقوق. نعم. الإنسان في كل المجتمعات الدولية، وحتى هذه مضمونة من قبل التقارير ومن قبل الاتفاقات الدولية بهذا الشأن. الجريمة إذا كانت من سلطة كانت الجريمة من منظمة هي جريمة تبقى واحد. طيب مشاهدينا ضيوفنا الكرام، نتابع أبرز ما جاء في تقرير شبكة سي بي اس الكندية عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمنية وميليشيا الحشد في مدينة الموصل في الانفوغراف الآتي. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، ألا ترى أن استمرار التنسيق بين القوات الغربية سواء الكندية أو غيرها من القوات ومع هذه القوات الأمنية العراقية والميليشيات الطائفية، هل ترى يغذي ويقوي هذه الميليشيات في استمرار انتهاكاتها ضد المدنيين؟ بالتأكيد هذا قطعة شرعية، يعني عندما القوات الدولية سواء الناتو أو التحالف يتعامل مع هذه الميليشيات باعتبارها قوات على الأرض وهو قوات يعني قيادة ومسيطرة على الجو هي التي تسير على الأرض، فبالتالي هذا شرعية لها، شرعية كبيرة جدا، شرعية دولية أكبر من شرعية محلية. نعم. فهذا هو يقدم الدعم المعنوي والسياسي لهذه القوات، ومعلوم أنه اليوم قوات التحالف تعتمد على الأرض على أمثال هذه القوات. طيب. فبالتالي هو هذا دعم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. التسريبات الإعلامية يفترض بها ما حدث من تسريبات يفترض بهذه القوات أن تراجع حساباتها. هل هذه القوات تستحق الدعم؟ هل هذه القوات يعني تحترم حقوق الإنسان؟ هل هذه القوات غايتها فقط مواجهة الإرهاب أم تدمير السكان؟ هذا ما يجب أن تراجع به قوات التحالف، ولا وأعتقد قوات التحالف الغالب عليها المصلحة السياسية ومصالح دولها. طالما المصلحة موجودة على حساب حياة الإنسان وكرامته فبالتالي من الصعب المعالجة. يعني يجدوا لها عدة تبويبات لمثل هذه التصرفات. لكن بالتالي لا يمكن، القيم قيم، القيم تبقى قيم. طيب. ما يتنازع سواء كان مسلم مسيحي قوميته عربي كل أيا كان، أكو قيم لا يسمح بها، قيم إنسانية عامة. طيب. ما يجري في العراق ضد المدنيين هو انتهاك كامل لحقوق الإنسان. أي تعامل مع هذه القوات التي تنتهك حقوق الإنسان ما هو إلا دعم وشرعنة لهذه الانتهاكات، وبالتالي هو شريك بالجريمة فيما يجري على الأرض. يعني القوات شاركت في حرب الموصل. نعم. هي تريد أن ترتكب انتهاكات ولكن ربما تردعها القيم الإنسانية الدولية، ولذلك تقوم بالدفع باتجاه أن هذه الميليشيات هي استخدمت البرغماتية السياسية والبرغماتية العسكرية، جاءت بأمثال هؤلاء. طيب. لكي يمارسوا ما هو أبشع الانتهاكات على الأرض وهم متفرجون.
بمعنى بعراقي أقتل العراقي، بالعراقي أدمر المدن العراقية، وكأنما هو بريء. والدليل على ذلك أستاذ حسين، نعم، الدليل على ذلك أن القوات الأمريكية عندما دخلت أو احتلت العراق، يعني هي التي قامت بالانتهاكات ضد حقوق الإنسان والقتل مباشرة. يعني نعم، نعم، نعم. إحنا قصدنا أنه هذه القوات التي كانت موجودة على الأرض، نعم، في مواجهة داعش أصلا، يعني هي كان الهدف منها هو ممارسة الأرض المحروقة في الحرب، يسموها الأرض المحروقة، بمعنى المدينة كلها على بكرة أبيها مدمرة، بمعنى المدينة هذه كليتها دواعش، هذه الموصل كلها دواعش يجب حرقها، بدليل ما جرى اليوم موجود في الجانب الأيمن يا سيدي. هذا لا يمكن أن تعامل مع عصابات إجرامية داعشية موجودة في المناطق. كيف لمدينة تدمر 70% منها؟ يعني على أي أساس موجود بها دواعش؟ معقولة يعني؟ يا أخي عندنا قوات مدربة يسموها القتال في المناطق المبنية، عندنا آلاف القوات دربت على هذا التدريب، والقوات التحالف أيضا موجودة، بإمكانها كان تقل القضاء على داعش في الأيام الأولى، لكن هذا الأمر لم يحدث. نعم، نعم. طيب أستاذ ضياء، رغم مرور ما يقارب 4 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في الموصل، ما شفنا فتح تحقيق في جرائم القوات الأمنية والميليشيات إلا قريبا، لكن سؤالي في مفصل معين، ألا يعد التراخي في الإبلاغ عن أي جريمة يعني هو جريمة بحد ذاته أستاذ ضياء؟ عزيزي، هذه الجرائم التي ارتكبت في العراق، احنا نحكي بالعراق كاملة، يعني من بداية 2003 ولحد هذه اللحظة، الجرائم هي متسلسلة من دخول الأمريكان، الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية بدخول العراق، وارتكبتها في الفلوجة، وارتكبتها في الرمادي، وارتكبتها في قصف الملاجئ العراقية. إذن الجريمة متكررة. إذا تفتح تحقيق في تحقيقا دولي ونزيه بهذه الجرائم، راح تكشف الحقائق وما جلبه الاحتلال الأمريكي للعراق. إذن هذه الجرائم هي سلسلة الجرائم الموجودة. الدول التي تهيمن على العراق هي إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، والعراقيين ينبحون، يعني حقيقة لا توجد حكومة، أنا ما أسمي حكومة موجودة في العراق إطلاقا، هذا هيك يعني موجودين وزراء تحيين. يعني الحقيقة هي كيف تكشف هذه الجرائم؟ حينما يبدأ التحقيق، وإذا بدأ التحقيق لم يقف، من تجي مؤسسات دولية حقوقية تبدأ بالتحقيق الجرائم والذي ارتكبت بالجرائم. الأستاذ حسين السبعاوي تحدث وقال القصف الأمريكي هي قصف التحالف الذي بدأ في الموصل، وتدمير 70% من مدينة الموصل، هو كان بإمكانهم القضاء على داعش بفترة قصيرة وأكثر وأقل الخسائر، ولكن هذه الارتكابات الانتقامية من أهالي الموصل حتى يردعون بها المؤسسات اللي هي المؤسسات الإرهابية. حقيقة إحنا نعلم أنه هذه المؤسسات الإرهابية الموجودة في العراق هي مدعومة من دول كبرى، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي يعني حقيقة كلينتون صرحت قالت إحنا الذي خلقنا داعش، يعني هم مسؤولين عن هذه الجرائم. إذا تبدأ بالجريمة والتحقيق، ومن يأتي محققين دوليين محترمين يقومون بالتحقيق بشفافية عالية، راح ترجع كل هالأمور من الميليشيات وتكوين الميليشيات وكيف كونت الميليشيات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن المتنفذين في العراق. طيب أستاذ ضياء، إذا أجي وياك، يعني أتت هناك لجنة تحقيق دولية وحددت من هم الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات ضد المدنيين، هل يمكن الاستفادة في ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم؟ هل يمكن تقديمهم للقضاء؟ بالتأكيد، حسب ما حدث في يوغوسلافيا، هذا ليست ببعيد، يعني ب 1900 حدث هذه وبدت، يعني وبدت الانتهاكات وبدت التحقيق وعرفوا من هو الجاني، ومن وبدت حتى التعويضات للشعب الموجود اللي ضرروا من هذه الانتهاكات، ولحد الآن دول العالم تدفع التعويضات لدول يوغوسلافيا أو الناس المدنيين إذا كانوا صرب، إذا كانوا مسلمين وإذا كانوا مسيحيين، هذه التعويضات لحد هاي اللحظة مستمرة.
إذا بدأت التحقيق وتحقيق شفافي حقيقة من الدول العالم الذي تحترم القوانين الدولية، راح ترجع كل هالمشكلة والجريمة وارتكاب الجريمة من الدول العظمى، ليست من الميليشيات. الميليشيات هي أحد أذرع المجرمين الكبار، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، هي من ساندتهم، هي من بدأت القصف على الموصل والمدنيين، هي التي نزع لحد الآن يبدأ النازحين، إحنا نسيناهم، يعني النازحين الموجودين في شمال العراق من أهالي الموصل، وتبدأ بحرق الخيام مالتهم. هذه ليست جريمة، من الذي مسؤول عن هذه؟ ليست الولايات المتحدة الأمريكية التي قصفت وهجرت هذه الناس؟ يعني لازم ترجع إلى الحقيقة. الذي حدث في يوغوسلافيا رأسا راح يحدث في العراق، من يجي تحقيق وتحقيق حقيقي وشفاف راح نعرف من هو المجرم الحقيقي بهذا. يعني لا أريد أفهم مسبقا أي دولة، ولكن خلي يبدأون بالتحقيق. التحقيق بشأن الميليشيات والجرائم متعلق بقرار أمريكي، ليست بقرار عراقي. طيب أبقى في نفس الموضوع أستاذ حسين، يعني كيف يمكن محاسبة مرتكبي الجرائم التي حدثت في مدينة الموصل وفقا للتقرير الكندي؟ قاسم مصلح على سبيل المثال تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية، انتفضت باقي الميليشيات وتم إخراجه، هل يمكن في المستقبل القريب المنظور أن تتم محاسبة ومعاقبة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، جرائم يعني قتل وتهجير واغتصاب وغيرها؟ يعني أعتقد في القريب العاجل هذا الأمر مستبعد. طيب مستبعد جدا، خصوصا مثلا نتكلم على حكومة الكاظمي أو بعده وإلى آخره، مستبعد هذا الأمر، لأنه هناك الإنسان ينظر إلى الوضع السياسي في العراق وإلى ما هو موجود على الأرض. لكن أنا أريد أن أقول أن هذه الجرائم ليست فردية، لا نتعامل معها كجرائم فردية ضد قاسم مصلح، ضد شخص فلان أو فلان. نعم. هذه جرائم منظمة. الجرائم المنظمة تختلف كاملا، هذه جرائم منظمة، جرائم إرهابية، مجموعة من الناس سواء كانت حزب ميليشيا كذا ترتكب هذه الجرائم. ليس قاسم مصلح فقط هو الذي يعتبر هو المجرم ويغلق الملف بهذه السهولة. نعم. رغم أنه قاسم مصلح أطلق سراحه بعد يومين. طيب. وجربنا كل ما الكاظم يقدم على اعتقال شخصية من الحشد، الحشد يطوق المنطقة ويبرز السلاح ويفرض إرادته على الدولة ويأخذ ما يريد. طيب. وفي كل معركة سياسية منذ مجيء الكاظمي وإلى الآن، كل معركة مثل هذا النوع تجد حلفاء إيران ينتصرون على الآخرين، سواء حلفاء الدولة، حلفاء أمريكا، أو أسميهم ما شئت، الحكومة. طيب. حلفاء إيران تحسم المعركة لصالح، وإلا كيف قوات تستعرض في وسط بغداد وتطوق المنطقة الخضراء وتسيء للقائد العام قوات مسلحة، وجندي صغير يسيء الوزير الدفاع، ومع كل هذا موثقة صورة وصوت، ولا قضاء يتحرك، ولا جريمة، ولا اعتقال، ولا كل شيء. طيب. إذن في المستقبل القريب أنا أستبعد هذا الأمر سواء في القضاء المحلي أو في القضاء الدولي. طيب. لأن هذه الدول هي لا تعتمد المبادئ في أدائها بقدر المصالح. طيب. مصلحتهم ما زالت تقتضي وجود هذا النموذج على رأس السلطة، ولا يمكن لسلطة مدعومة من الخارج تحاسب على انتهاكاتها ضد شعبها. لاحظت في اليوم شفت أنه هو من 2003 لحد الآن أي ماكو أحد قدم للمحاكمة، سواء محاكمة دولية أو محاكمة محلية. ما يقدم. نعم. طالما هذا النظام، شرعية هذه الأنظمة أغلبها هي من الخارج وليس من الشعوب. طيب أنا أنتقل بهذا السؤال إلى الأستاذ ضياء يفيدنا أكثر في هذا الموضوع تحديدا. أستاذ ضياء، بعد 2003 أو منذ 2003 لحد الآن لم نشاهد أحد قدم إلى محكمة جنائية دولية أو حتى إلى محكمة محلية داخل العراق، ما السبب في ذلك؟ حقيقة السبب هو لأنه إذا بدأ التحقيق بشخص راح تستمر التحقيق، وراح الاستمرارية التحقيق راح يكشف حقائق كبيرة موجودة. يعني من أخذه القاسم مصلح القوات الأمريكية وحققوا معه، ما كان التحقيق معه تحقيق هذه، هم عرفوا من هو المقيم على هذه العمليات وعرفوا من أين أتى. يعني حقيقة هي المشكلة مالتنا مشكلة طائفية، وبدت فيها ودخلوا فيها هذا البرنامج الطائفي. الميليشيات يعني كونت وأسست
باستشارة من المرجعية. حقيقة لازم احنا لا ننسى هذه، اذا الاجرام الذي حدث هي باسمها، يعني احنا لا نبرئ شخص من الجرائم الذي بدأ بتأسيس هذه الميليشيات، وحل الميليشيات هو لازم يكون من عنده يحل الميليشيات. لحد الآن يا أخي نفذت العملية وبارك الله فيكم وطلعت داعش وهربت ودمرت المدن العراقية بأكملها، وهسه كافي عدنية. لازم يصدر من عدة فتوى جديدة بحل الميليشيات. لحد هاي اللحظة لم تصدر فتوى من السيد السيستاني بحل الميليشيات، الحشد الشعبي، بحل الحشد الشعبي، وإنما بالعكس ضم هذه الميليشيات إلى الجيش العراقي. يعني صار الجيش العراقي ملوث بذول المجرمين القتلة الذين كانوا يقتلون العراقيين على أساس طائفي. المشكلة حينما يبدأ التحقيق لا يمكن أن ينتهي في العراق أو في خارج العراق. احنا شفنا بالولايات المتحدة الأمريكية صار التحقيق مع بعض الجنود الذين قتلوا العراقيين في ساحة النسور، واجت رامو وحكموا مؤبدا كلهم. نعم حكموا. نعم. مؤبدا يعني، ويجي ترامو يعفي هؤلاء الاشخاص. نعم. اذا لا توجد محكمه حقيقيه لمحاسبه المجرمين في شان العراق. طيب استاذ حسين، لعل انتهاكات الميليشيات في ملف من اكبر الملفات التي ينوء بها القضاء الحالي في العراق. هناك تهجير، هناك تغيير ديموغرافي، قتل على الهوية، تغييب، ما حدث في الصقلاوية، هناك الآلاف من الشباب قد ذهبوا، وطبعا القائمة تطول في ذلك. لكن إلى أي مدى ترى إرادة حقيقية لدى الكاظمي وحكومته لمحاسبة الميليشيات؟ يعني شوف، أولا هو لا إرادة للكاظمي في حل هذا الموضوع، لكن دعني خلي أحسن الظن أكثر مما يجب، وأن الكاظمي يريد يعني يوقف هذه الانتهاكات ويريد يعيد حقوق الناس إلى أصحابه. السؤال هو هل يستطيع؟ الجواب لا. سيد الكاظمي شرعيته من هذه الميليشيات ومن هذه القوة السياسية التي تعتبر الميليشيات أذرعها العسكرية. طيب. وهذه الميليشيات تعتبر هذه الأحزاب هي أذرعها السياسية. من أين نعرف ما نعرف الكاظمي من أين شرعيته؟ أنا ذاك نستطيع هل يقدر أم لا يقدر؟ الكاظمي لم يأتي بثورة ووصل إلى السلطة حتى نقول شرعيته ثورية. نعم صحيح. شرعية ثورية. نعم. توقف كل الشرعيات أو شرعية دستورية فوق الجميع. الكاظمي جاء نتيجة تحالف كتل سياسية تمتلك هذه الأذرع العسكرية، الفتح، سائرون، النصر، توافقات. اي بقيه المكونات لا علاقه لها باختيار رئيس الوزراء. طيب هذا هؤلاء هل يستطيع الكاظمي ان يحاسب اذرعهم العسكريه؟ لا. طيب اليوم جيب اي مواطن عراقي وشاهد ما شاهد عندما استعرضت الميليشيات في شوارع بغداد، ما الذي استطاع ان يفعله الكاظمي؟ اليوم ادركوا بان الكاظمي رجل مغلوب على امره ولا يستطيع ان يحرك ساكنا. الحاكم الفعلي هو الميليشيات، ثم ناتي نطلب من شخص عينته الميليشيات ان يقول سوف احاسب هذه. هم استاذ حسين، هم تعمدوا بجلب شخصيه ضعيفه، يعني حتى من اشوفها بالتلفزيون. نعم. يعني كلامه غير موزون، وحتى شخصيته شخصيه ضعيفه جدا، حتى في الطرح يعني ليس في المواقف، ولكن حتى ايضا عندما يقوم بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يضم عدد من الصحفيين، يعني الطرح مالته غير مو رزن، ما عنده كاريزما رئيس الوزراء. بالتأكيد. طيب صحيح. طيب أستاذ ضياء، الانتهاكات الموصوفة تفصيلا في تقرير الشبكة الكندية والتي ترقى لجرائم الحرب، هنا هل هناك إجراءات ممكنة لوقف هذه الجرائم في المستقبل؟ حقيقة الأمر يقع بيد المتسلط على أرقاب العراقيين. هو الأمر في النهاية هو أمر أمريكي. أمريكا إذا أرادت شيء أن تفعله في العراق فتفعله. أمريكا جاءت بمخطط لتدمير العراق، لازم نعترف بهذا الشيء. أمريكا هي الذي تنهي وتأمر في العراق. المشكلة الإيرانية عندهم مشكلة خلافات مع بعض القوى السياسية الموجودين في إيران، ولكن الولايات المتحدة متفقة ضمنيا مع إيران وسياسة إيران في العراق.
ليست الأمر مثل ما إحنا نتصور أنه تصريح صرحه البنتاغون صرح كذا. هذه التصريحات هذا بس يعني لاستهلاك المحلي، وإنما الحقيقة لا توجد خلافات سياسية عميقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين ولاية الفقيه. نعم. أنه أتوا بولاية الفقيه من أوروبا أو من فرنسا إلى وشالوا يعني أكبر إمبراطورية كانت موجودة، هو الشاه الذي هو كان رجل أو البوليسي الموجود الذي يتحكم في المنطقة، بليلة وضحاها بأوامر أمريكية أوروبية زيح وأتوا بالشاه وأتوا بالخميني. إذن مجيئهم بالخميني هي لتفتيت المنطقة، هي جاءت هذه البؤرة الفاسدة الطائفية التي يمكن أن تنتقم من اللحمة العربية الموجودة في ذلك الوقت. ورأينا بالآونة الأخيرة كيف تساقط الأنظمة العربية في مواقفها السياسية التي كانت تدافع عن قضية فلسطين أو قضية شعبها أو قضية الشعوب الأخرى. انتهى هسه هذا الموضوع، الجامعة العربية لا وجود لها في الوقت الحاضر، بينما كانت الجامعة العربية أنا أتذكر من كانت في السبعينات حينما تجتمع كل الصحف وكل التلفاز العالمي تكتب يأتي عن ذلك. إلى نعم. مشاهدة القرارات ما نعم. الجامعة بالوقت الحاضر لا يوجد هذا الشيء. صحيح. إذن من أتوا بالخميني أتوا بتدمير طيب. المنطقة. أستاذ ضياء، بدقيقتين أو أقل من ذلك لجنابكم الكريم، يعني كيف ترى مستقبل العراق في ظل وجود الميليشيات؟ بدقيقتين أو أقل من ذلك لو تفضلتوا. أنا حقيقة الثوار الموجودين في العراق أو المنتفضين على الوضعية السياسية في العراق أنا أعول عليهم يعني أكثر شيء، أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من المؤسسات التي تخدم الأنظمة السياسية بالوقت الحاضر. حقيقة تكلمت على الكاظمي، الكاظمي لازم تعرفون من هو شخصية الكاظمي وكيف كان يعمل في أوروبا، وهذه راح توضح شخصيته وتوضح انتماءه، هل هو انتماء لهذا الوطن أو انتماء للعراق. حقيقة هذا الشخص لا يصلح أن يقود أي، حتى لا يصلح أن يقود خروفين. حقيقة هذا الشخص هو الذي أتوا فيه لأنه شخصية ضعيفة، شخصية هزيلة، شخصية لا يمكن الاعتماد عليها. أنا تعويل الأول والأخير على الشباب العراقي وهم الذين واعين لما يحدث لهم. احنا رجال ختيرنا يعني بعد ما نقدر، هذا اللي قدمناه مع الأسف ما وصلنا شيء اللي احنا نريده. أنا أشكرك أستاذ ضياء، أنا أشكرك الشعب العراقي. يعني منحتنا جزء من وقتكم، شكرا. عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم. أستاذ حسين، بسؤال الأخير لحضرتك، الميليشيات التي تكونت كما تدعي كانت لحماية الأرض والعرض ضد ما يسمى بالإرهاب، في ظل هذه الجرائم هل حققت المستهدف من تكوينها؟ لا أبدا، لم تحقق المستهدف. كان بإمكان قوات أمنية عراقية مهنية تحمي العراق قبل سقوطه بيد الإرهاب، كان بإمكان تأسيس قوات أمنية على أسس وطنية وليس على أسس عرقية وطائفية تمنع دخول الإرهاب منذ بداياته ولا تسمح بسقوط ثلث مساحة العراق وثانية تنسحب وتترك سلاحها له، ثم تأتي تشكل قوات على أسس عقائدية مؤدلجة على أسس طائفية لكي تحمي العراق، وقد رأينا بأم عيننا أن هذه القوات قد انتهكت حقوق الإنسان واغتصبت النساء والأطفال وقتلت المدنيين ودمرت المدن على رؤوس أهلها وساكنيها، ولحد هذه اللحظة ما زالت الجثث تحت الأنقاض، لم تقم أي حكومة عراقية بإنقاذ أو برفع هذا الأنقاض لدفن هؤلاء الأموات الذي يعتبر من حق الموتى هو دفنه. أنا أشكرك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لحضوركم هنا في هذه التغطية. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.